بمشاركة إطارات عن مختلف المؤسسات والهيئات الصحراوية ومناضلين من المناطق المحتلة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وممثلين عن الدول المتضامنة مع الشعب الصحراوي، افتتحت فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو بممرداس في طبعتها لسنة 2024 تحت شعار كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية. لقد شكلت الجامعة الصيفية جسراً للتواصل والتضامن ومعلماً للمعرفة وتبادل التجارب وتكريس عملي للعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الجزائري والصحراوي من خلال هذا الفضاء الجامعي الذي أصبح إشعاعاً منيراً أمام إطارات الدولة الصحراوية لاكتساب المزيد من المعارف والخبرات والتجارب وتقوية دورهم ومكانتهم في إطار الكفاح الوطني وبناء الدولة الصحراوية ومؤسساتها والتكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم. الجامعة الصيفية التي تعد تقليداً يعبر عن التضامن مع القضية الصحراوية ودعم كفاح شعبها العادل من أجل الحرية والاستقلال، تحمل في طبعتها 12 اسم الشهيد البطل أبا علي حمودي. بعالي حمود الذي استشهد في ميدان الشرف قائدا للناحية العسكرية السادسة، يعني في ببطولة وبسالة، وهي مناسبة للترحم على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء ثورتين، ثورة أول نوفمبر وثورة 20 مايو. الحقيقة فخر كبير، الله يرحمه، فخر كبير عنه، مات شهيد، مات مرفوع الرأس وفي بالعهد، وإن شاء الله العقوبة الاستغلال إن شاء الله على كامل ترابنا وكامل السيادة إن شاء الله. المناسبة التي تعد محطة تستذكر فيها مواقف الجزائر الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وانتزاع استقلاله، كانت أيضا فرصة للتذكير بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وموقف الجزائر الداعم للقضية دون قيد أو شرط. الصحراويين والصحراويات يكافحوا من أجل حق أقوى من الحق في الحياة، ألا وهو الحق في الكرامة، الحق في الحرية، الحق في الاستقلال، نفس الحق الذي من أجله يكافح شعبنا الفلسطيني في غزة ضد العدو الصهيوني وجيشه من المجرمين. صهاينة تكالبوا ضد شعب غزة وتجاوزوا بالكثير الكثير ما قامت به البربرية النازية. الشكر والتقدير لكل أحرار العالم اللي قدموا دعمهم ومساندتهم، وعلى رأسهم طبيعة الحال الجزائر. الجزائر الدفاع عن القضايا العادلة اللي تعتبر قوة محورية ونضالها وكفاحها يقوم على أساس العدل والشرعية ضد محاولات التوسع. على مدار 10 أيام تتواصل الجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو بتنظيم محاضرات ينشطها أساتذة وخبراء في مختلف التخصصات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية ونضال الشعب الصحراوي لتحرير آخر مستعمرة في القارة.